مساء الخير ورمضان كريم علينا وعليكم، وتقبل الله كل الطاعات. وهذه بداية جديدة من حلقة الكاش كاشك، البرنامج اللي يجمع كل العراقيين من كل مكان بالعالم ودون استثناء، الدكتور والطالبة والتاجر والمحامي والمغترب وربة البيت، كلهم على شاشة واحدة. وبهذه اللحظة الكل منتظر يعرف من الفائز بجائزة ربع مليون دينار عن سؤال الجمهور. بس الأول أذكركم بالسؤال، والسؤال كان: ما الرقم الذي حددته وزارة التخطيط لعدد سكان العراق في 2050؟ والجواب الصحيح على السؤال هو 80 مليون نسمة، والرابح هو أحمد حافظ، وألف مبروك فوزك ب 250 ألف دينار بسؤال الجمهور. وهم راجعين، نرجع لتحدي الكاش كاشك. أربع جولات في كل حلقة، بكل جولة استقبل أربع عوائل جديدة وأسأل ست أسئلة، والفريق اللي يجمع أعلى رصيد ينتقل وياي للجولة الأخيرة، ونتعرف على أول أربع مشتركين بحلقتنا. ويانا الفريق الأول صالحة. شلونك يا صالحة؟ كل عام وانت بخير ورمضانك كريم. وانت رمضان كريم عليكم، يعودكم بالسلامة والصحة. من وين يا صالحة؟ من بغداد يمه. الله يحفظك. ولو ياك منو؟ ابن بنتي. هو المساعد، هو التيكي تاكا اليوم موجود ويانا ان شاء الله. هو كل شيء. ربي يا ضاع العمر. نروح للفريق الثاني. الفريق الثاني ويانا مهند. شلونك يا مهند؟ كل عام وانت بخير، رمضان كريم. وانت بألف خير استاذ غالب، شلونك عيني؟ ربي يحفظك. مهند من وين؟ الله يخليك. من الديوانية. كل الهلا بيك. ومن اللي وياك؟ هذا ابني علاوي علي. ربي يحفظه. جاهزين ان شاء الله؟ لا قعدوا حبيبي. الله يخليك يا عمي. جاهزين؟ يعجبك البرنامج؟ حاب البرنامج مو عمو؟ اي كل التوفيق. كل التوفيق لكم. التيكي تاكا عندكم مو؟ اي نروح للفريق الثالث ويانا حسين. شلونك يا حسين؟ رمضان كريم، كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بخير، رمضان كريم علينا وعليكم. ربي يحفظكم. من وين؟ من وين يا حسين؟ من البصرة. من البصرة، كل الهلا بيكم. من اللي وياك؟ الوالد. الله يحفظه لك. جاهزين ان شاء الله ومتحمسين؟ ان شاء الله. نروح للفريق الرابع، اريد اكثر حماس يا شباب. والفريق الرابع وياي حسن. حسن شلونك يا حسن؟ رمضان كريم. اهلا استاذ غالي، اهلا مرحبا. رمضان كريم عينا وعليكم ان شاء الله. من وين يا حسن؟ من محافظة ميسان. ميسان بيت العمار. من اللي وياك؟ صديقي محمد ويوسف. منو راح يرفع الكود ومنو عنده المعلومة؟ ان شاء الله خادمكم. يعني التيكي تاكا ماشي وياكم ان شاء الله. جيد، كل التوفيق للجميع. والآن القاعدة الأهم للفوز: لون الشاشة أخضر أرفع الكود، الأسرع بيكم يأخذ حق الإجابة مثل ما تشوفون، وبحال أخطأ أنطي فرصة إجابة أخيرة الثاني أسرع فريق، واللي يسجل أعلى رصيد ينتقل وياي للجولة النهائية. إجمالي الجائزة المالية يوصل المليون ونص دينار عراقي. والآن يلا نلعب الكاش كاشك ويا الجولة الأولى. السؤال الأول 100,000 دينار عراقي، والسؤال يقول: يسمى بالرقي في العراق، ماذا يسمى في بقية الدول؟ شمام، مشمش، خوخ، بطيخ. مهند أسرع واحد. مهند إجابتك يا مهند، عجبني الحماس عند ابنك. بطيخ. 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 نشوف البطيخ، والإجابة صحيحة، وصار بحسابك 100,000 دينار. عجبني الحماس. ونروح ونشوف، ننتقل فورا للسؤال الثاني، وبقيمة السؤال الثاني 100,000 دينار عراقي، والسؤال يقول: عندليب الدقي، وهمام في أمستردام، وبطل فول الصين العظيم من هو؟ أحمد حلمي، أحمد مكي، محمد هنيدي،
علاء ولي الدين. أسرع واحد مهند، مهند السريع. إجابتك يا مهند. محمد هنيدي. محمد هنيدي، نشوف محمد هنيدي. والإجابة صحيحة وصار بحسابك 200,000 دينار. يا شباب حسن وحسين وصالحة، أريد من عندكم أكثر نشاط وسرعة برفع الكود. ننتقل للسؤال الثالث، وبقيمة السؤال الثالث 200,000 دينار عراقي. والسؤال يقول: الإفطارات العراقية جيمر السدة، من أشهر الإفطارات العراقية جيمر السدة، أي محافظة معروفة بصناعته؟ كربلاء، بابل، النجف، الناصرية. مهند يا مهند، مهند الأسرع. بابل. بابل، نشوف بابل. والإجابة صحيحة وصار بحسابك يا مهند 400,000. مهند الأسرع، مهند الأقوى، معلوماته ويعجبني الحماس ويا ابنك، ربه يحفظك. ونروح للسؤال الرابع بالجولة الأولى وقيمته 200,000 دينار عراقي. والسؤال يقول: كم قرن استمرت سيطرة العثمانيين على العراق؟ قرن واحد، 4 قرون، 6 قرون، 8 قرون. حسن، حسن يا حسن، إجابتك يا حسن. 4 قرون إن شاء الله. 4 قرون، نشوف 4 قرون. والإجابة صحيحة وصار بحسابك يا حسن 200,000 دينار. وصلت يا مهند، وصلت يا مهند. حسن، حسن. نعم. سمعت بيك. نعم. يعني سمعت بيك إنه أنت متزوج قبل أيام، صحيح؟ بالله. كم يوم، كم يوم صار لك؟ تقريبا قبل شهر رمضان بأسبوع. مبروك، ألف مبروك، حبينا نهنيك من البرنامج ونشاركك الفرحة و... الله يبارك فيك، ورب يحفظكم. ألف ألف مبروك يا حسن، مبروك. احنا نحب نفرح ويا متسابقينا، احنا نشارك بعيد ميلادك وفرحك بعرسك ان شاء الله. كل خير حسن، ألف ألف مبروك. ويا شباب راجعين ويانا السؤال الخامس، وزيد القيمة المالية للسؤال الخامس إلى 400,000 دينار عراقي. والسؤال يقول: متحف العلاوي ببغداد يعرض أهم القطع الأثرية لحضارات بلاد الرافدين، متحف الفن الحديث، متحف البريد العراقي، المتحف الوطني العراقي، متحف كريميان للفولكلور. مهند، مهند السريع، الإجابة يا مهند. تعجبني الفرحة. مهند إجابة. المتحف الوطني العراقي. المتحف الوطني العراقي. والإجابة صحيحة وصار يعجبني حماس. وصار بحسابك 800,000 دينار. ونرجع وجولة ونشوف بالرصيد ونشوف كل من عند. صالحة وحسين 0، أما حسن عندي 200,000، أما مهند اللي قالب الطاولة عليهم 800,000. يا شباب، يا شباب. صالحة، صالحة. نعم. شوية خلي يصير نشاط، خلي يصير نشاط برفع الكود. والله مالقى. شوية النت، النت. النت. شو لما ما نصل طلعي. طبعا أنا أريد أقول شيء، واحد فرحان، كلش فرحان بوجودك وياي بهذا البرنامج، ربي يحفظك. حبيت كلش وجودك، انت حابه البرنامج. اوي حبيبي، اعودك كل سنه وكل عام، ربي يحفظك. جدنا رسول الله. نروح على حسين. حسين حبيبي. حسين يا حسين، شويه اكثر النت. التيكي تاكا. لا لا، الشغل بالتيكي تاكا مو بالنت. يعني هذه الابتسامه مالتكم الحلوه، اريد من عندكم نشاط اكثر واريد حماس ويانا. يلا يا شباب نروح للسؤال الأخير من هذه الجولة الأولى، يحسم منو منكم يفوز بالجولة الأولى وينتقل وياي باتجاه الكاش بالجولة الأخيرة.
قيمة السؤال السادس والأخير من هذه الجولة 500,000 دينار. والسؤال يقول: صاحب ديوان تل الورد، شاعر البسطاء وعراب القصيدة الشعبية في العراق، أبو معيشي، حج زاير، مظفر النواب، عريان السيد خلف. أول واحد ويانا حسن. حسن يا حسن. نعم استاذ. حسن إجابتك؟ إن شاء الله نقول مظفر النواب. مظفر النواب، نشوف مظفر النواب. والإجابة خاطئة للأسف. نروح على ثاني أسرة. حسين يا حسين. حسين إجابتك يا حسين؟ عريان سيد خلف. عريان سيد خلف. عريان سيد خلف. والدي جاوب. شوف. والإجابة صحيحة وصار برصيدك يا حسين 500,000 دينار. لكن للأسف للأسف اللي عدى وياي وراح للجولة الأخيرة والمتحمس كلش هو مهند. مبروك مؤقتا يا مهند انتقالك وياي للجولة النهائية وصار برصيدك 800,000 دينار. أما للعوائل اللي شاركوا وياي بهذه الجولة أسعدني وجودكم ومع ألف سلامة. عجبني يا مهند. بعد الجولة الأولى تبدأ 4 عوائل جديدة تستعد لتحدي الكاش كاشك بالجولة الثانية. وأنا مستمر معاكم من الكواليس من خلال صفحة UTV العراق بيوتيوب ومتابع تفاعلكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تشوفونها على الشاشة. الكاش كاشك رمضان سوى لما وربح خليكم وياه. رجعنا لبداية الجولة الثانية من الكاش كاشك ونرجع لجائزة ¼ مليون دينار عن سؤال الجمهور. اسمعوني وركزوا زين. ¼ مليون دينار توصل عندك بس انت اسمع السؤال وجاوب. سؤال اليوم هو: ملك آشوري أسس أقدم أكبر مكتبة شاملة في التاريخ. الكل يقدر يدخل ويجاوب على صفحاتنا فيسبوك وإنستغرام. جاوبوا على السؤال واخذوا فرصتكم بالربح، وبحلقة الغد راح أعلن اسم الفائز. والآن نرجع لعبة كاش كاشك ونتعرف على العوائل الجديدة وياي. وأروح على مصطفى. شلونك يا مصطفى؟ كل عام وانت بخير. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير والله يحفظك. وانا سعيد اليوم تواجد وياك. يا هلا بي. من وين يا مصطفى؟ أنا من البصرة، من محافظة البصرة. وتعرفنا بالوياك؟ الله يحفظك. والدي يعني هو اكثر معلومات اكثر خبره. انا عليه كود هو عليه اجابه، يعني مساعد ويراقبك. ربي يحفظك. يعني التيكيتاكا عندك والكنز المعلومات عندك. الله يحفظك. الله يحفظك. انا مش استاذ مهدي احبك. الله يحفظك. كل الهلا بيكم. ونروح للفريق الثاني. محبتكم. نروح للفريق الثاني. كرار شلونك يا كرار؟ رمضان كريم حبيبي. استاذ غالب كل عام وانت بخير. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. صحه والسلامه. الله يخليك. الله يخليك حبيبي استاذ غالب. من وين من وين من وين يا كرار؟ انا من من بغداد بس عايش بلبنان. كل الهلا بيك. من اللي وياك؟ زوجتي ليال. متحمسين؟ تشرفنا. متحمسين؟ متحمسين ان شاء الله. وتيكي تاكي. وتيكي تاكي وتقلبون الطاوله. كتاكا والمونتاج وريمونتاج ان شاء الله. نروح للفريق الثالث ويانا رائد. شلونك يا رائد؟ تعجبني الابتسامه يا رائد. حبيبي استاذ الحمد لله. كل عام وانت بخير. الحمد لله والشكر. والله ابتسامتي فرحك بوجهك الطيب. الله يحفظك. رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله حبيبي استاذ. من وين انت يا رائد؟ انا من النجف الاشرف ان شاء الله. كل الهلا بيك. ومن اللي وياك؟ ابني امير. ربه يحفظه. يعجبني الحماس بيكم ان شاء الله. والتيكي تاكا ان شاء الله. تيكي تاكا ان شاء الله. الطاولات ان شاء الله. ونروح للفريق الرابع. الفريق الرابع ويانا حمزه. حمزه شلونك يا حمزه؟ كل عام وانت بخير صحه والسلامه. بخير. رمضان كريم ان شاء الله. سعد الله ايامك ان شاء الله. الامور طيبه ان شاء الله. من وين من وين يا حمزه؟ من وين؟ من ناصريه. ناصر يا استاذ غالي. اريد نشاط. من اللي وياك؟
اخوي عباس. اخوك عباس جاهزين نشطين؟ سويتوا احماء قبل ما تفوتون للجوله؟ ان شاء الله جاهزين. اكثر نشاط اريد من عندكم. كل الهلا بيكم وبكل المتسابقين وياي. بس حبيت اذكركم بقاعده لعبتنا اللي تخولكم توصلون للربح. الضوء اخضر ارفع الكود. الاسرع بيكم مثل ما تشوفون ياخذ فرصه الاجابه، وبحال اخطا انطي فرصه اخيره الثاني اسرع فريق. ست اسئله وقيمه جائزه الجوله الكامله 1.5 مليون دينار عراقي، وطبعا اللي يجمع بينكم اعلى رصيد ينتقل وياي للجوله الاخيره. ويلا نلعب الكاش كاشك ويا الجوله الثانيه. السؤال الاول بقيمه 100,000 دينار عراقي، والسؤال يقول: تعرف حلاوه الدهينه بالنجفيه وتسميه ثانيه هي العظميه، المنصور، الكاظميه، العطيفيه. أسرع واحد رائد. رائد يا رائد، الإجابة يا رائد. حبيبي استنى حبيبي. إجابتك، نزل الكود. إجابتك، إجابتك الكاظمية. الكاظمية، شوف الكاظمية. والإجابة صحيحة يا رائد، وصار بحسابك أول 100,000 دينار. وعجبني الحماس، عجبني حماسكم، أريد أكثر. وصلنا لقيمة السؤال الثاني بالجولة الثانية 100,000 دينار. والسؤال يقول: الله يحفظك. نحتفل سنويا بعيد العمال في 1 نيسان، 14 باط، 31 كان الأول، 1 آيار. أسرع واحد رائد. رائد يا رائد. 1 آيار، 1 آيار، 1 آيار إن شاء الله. 1 آيار، نشوف 1 آيار. والإجابة صحيحة، وصار بحسابك يا رائد 200,000 دينار. والعجبني إنه ابنك يجاوب قبلك، يعني المعلومة حلوة عند ابنك وعندك. بس أريد أسألك سؤال بعد، أسألك سؤال ثاني. زين 14 شباط شنو يصادف؟ 14 شباط؟ إيه الثاني 14 بشهر الثاني من كل سنة. شنو يصادف؟ ابنك يعرف. عيد الجيش يمكن؟ لا مو عيد الجيش. ستة كرار. لا لا ستة عيد الجيش. نسأل كرار. عيد الحب استاذ. عيد الحب. جاوب ابنك، جاوب. جاوب جاوب عيد الحب كرار مو؟ ايه اكيد. عيد الحب، وان شاء الله كل ايامكم حب وفرح وسعادة. ننتقل للسؤال الثالث. قيمة السؤال الثالث 200,000 دينار عراقي، والسؤال يقول: شخصية خيالية اشتهر بصرخة تعلمها من غوريلا ربته وهو رضيع. ماوكلي، طرزان، ريمي، كاتمان. أسرع واحد حمزة. حمزة 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 أسرع واحد. إجابتك. الإجابة طرزان. طرزان، شوف طرزان. والإجابة صحيحة يا حمزة، وصار بحسابك أول 200,000 دينار عراقي، وتساويت ويا رائد كرار ومصطفى. نشتغل تيكا تاكا ريمونتادا، خلينا نشتغل نسرع. وصلنا إن شاء الله نرجع ريال مدريد. النت ما قاعد يساعد. اترك اترك النت، روح على تيكا تاكا. وصلنا لمنتصف الجولة، وبقيمة السؤال الرابع 200,000 دينار عراقي، والسؤال يقول: لاعب المنتخب الوطني أول عراقي في مانشستر يونايتد والثاني في دوري أبطال أوروبا. بشار رسل، زيدان إقبال، أحمد راضي، عماد هاشم. أسرع واحد كرار. كرار إجابتك يا كرار. زيدان إقبال أستاذ. زيدان إقبال. زيدان إقبال، نشوف زيدان إقبال. والإجابة صحيحة يا كرار، وصار بحسابك يا كرار منافسة قوية 200,000. 200,000 كل من حمزة ورائد وكرار. مصطفى أقوى أريد من عندك، يعني الجولة حامية ونار نار. بعد عندك الفرصة، عندك الفرصة، لا تفقد الأمل، خليك وياي.
ووصلنا وصلنا يا شباب للسؤال ما قبل الأخير بهذه الجولة، وقيمة السؤال وصلت 400,000 دينار. والسؤال يقول: من أعرق أسواق بغداد، معروف بصناعة وبيع الأدوات النحاسية، سوق السراجين، سوق دانيال، سوق الصفافير، سوق وقفة. مصطفى 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 الصفافير. والإجابة صحيحة يا مصطفى، وصار بحسابك 400,000 دينار. مصطفى مصطفى، من اللي جاوب؟ الوالد، مو الوالد ساعدك؟ الوالد الوالد. انت شنو كنت حاط ببالك؟ شنو كنت حاط ببالك مصطفى؟ هو بس التأكيد، يعني هو يعني قال لي صوت الصفافير، انا هم ببالي، بس هو للتأكيد يعني جاوب من عنده. شفت يا مصطفى، اشتكيت وقلت نت، وهاي شفت التيكي تاكا وين وصلتك؟ اشتغلت بالتيكي تاكا ولا وصلت؟ وصلت وصلتك التيكي تاكا ان شاء الله. كل التوفيق للجميع بهذه الجوله، ونروح ونشوف أرصدة الشباب اللي ويانا مرور على الأرصدة. كل من تعادل ناري بين رائد وحمزة وكرار 200,000، أما مصطفى والتيكي تاكا طلع وياي بال 400,000، وهم راجعين وراجعين يا شباب. طبعا الكل عنده فرصة وما حد رابح، يعني الكل قادر أن يفوز. بس أذكركم والآخر مرة، ما نرفع الكود وانتظر اللون الأخضر. هذا السؤال الأخير من هذه الجولة، وقيمة السؤال 500,000 دينار عراقي. والسؤال يقول: كم محافظة عراقية تقع على نهر الفرات؟ 5 6 7 8. ننزل يا شباب، حمزة ورائد ومصطفى الكل ننزل. ننزل لي جوا، ننزل ليكم جوا شباب. أسرع واحد، حمزة حمزة يا حمزة. الإجابة يا حمزة الثالث. الإجابة عندك 3 ثواني. ستة. نشوف ستة. للأسف يا حمزة الإجابة خاطئة. رائد يا رائد، رائد يا رائد يا حبيبي استاذ. 7 إن شاء الله. 7، نشوف 7. والإجابة صحيحة 7. صار برصيدك يا رائد، أجب بالحماس، صار برصيدك 700,000 دينار. طبعا نذكرهم هن الأنبار وبابل وكربلة والنجف والديوانية والمثنى وذي قار، يمر بهم الفرات. مبروك مؤقتا يا رائد انتقالك وياي للجولة النهائية. مبروك، ألف مبروك أستاذ. شكرا جزيلا. وطبعا شكرا. ألف ألف مبروك لك وللعوائل اللي شاركوا وياي بهذه الجولة، تحية وشكر ومع ألف سلامة. خلال الفاصل راح ينضم لنا 4 مشتركين جدد، وأنا باقي وياكم عبر صفحة UTV العراق على يوتيوب. الكاش كاشك رمضان سوى لما وربح، خليكم وياي. ورجعنا للجولة الثالثة، بس الأول أذكركم بسؤال الجمهور لليوم وجائزة 250,000 دينار. والسؤال هو: ملك آشوري أسس أقدم أكبر مكتبة شاملة في التاريخ. للإجابة ادخلوا على صفحاتنا فيسبوك والإنستغرام. والآن نتعرف على المشتركين الجدد ونشوف منو منهم حيفوز بالمقعد الأخير بالجولة النهائية. ونروح للفريق الأول ويانا عهد. شلونك يا عهد؟ رمضان كريم. يا اهلا وسهلا، الحمد لله بخير. كل عام وانت بخير. رمضان كريم. وانت بخير رمضان كريم. من وين يا عهد؟ من الموصل، مقيمه باربيل. مقيمه باربيل. من اللي وياك؟ الوالد. الله يحفظك، تحياتنا لك. الله يطول عليك، بارك الله فيك. المعلومات متوزعه بينك وبين الوالد المعلومات؟ اكيد اكيد. من يرفع الكود؟ أني. أنت ترفعين الكود. تيكي تاكا. بنروح للفريق الثاني. سعد، شلونك يا سعد؟ كل عام وأنت بخير.
بخير، اهلا وسهلا استاذ. الصحه والسلامه ان شاء الله. رمضان مبارك ان شاء الله علينا وعليكم اجمعين. الله اكرم. سعد، من وين يا سعد؟ من وين؟ نعم يا سعد استاذ. من وين؟ من بغداد. من بغداد. من بغداد استاذ. اللي وياك منو؟ والمهم ماهر ابني. ماهر ابنك ما شاء الله. اريد اكثر حماس. منو راح يرفع الكود؟ منو راح يرفعه؟ ماهر ان شاء الله هو يرفع الكود. يعني التيكي تاكا عنده والمعلومه عندك. نروح للفريق الثالث. فريق الثالث قاسم، شلونك يا قاسم؟ كل عام وانت بخير، الصحه والسلامه. حبيبي استاذ غالب، كل عام وانت بألف خير، رمضان كريم عليك ان شاء الله. من وين يا قاسم؟ أنا من واسط، من الكوت. كل الهلا بيك، بأهلنا بواسط والكوت. من وياك؟ وياي أخويا جعفر. وورا الكاميرا، إيش كم واحد راح يساعدك؟ والله تقريباً ثلاثة. حلو، عجبتني الصراحة. ونروح نشوف الفريق الرابع. الفريق الرابع ويانا علي. علي شلونك يا علي؟ كل عام وانت بخير، الصحة والسلامة. الوجه البشوش، الابتسامة الحلوة. حبيبي الله أكرم، كل عام وانت بألف خير. علي بألف خير حبيبي. علي من وين؟ من لندن. من لندن. ومن العراق منين؟ بغداد. من بغداد. ولو وياك تعرفنا بيهم؟ زوجتي أم يوسف من بغداد أيضاً. الله يحفظكم. جاهزين؟ متحمسين؟ جاهزة. أريد قلب طاولة وتيكي تاكا اليوم، هذه الجولة الأخيرة أو الجولة الثالثة العفو. ونروح يا شباب. إجمالي جوائز الجولة يوصل المليون ونص دينار عراقي، وهذه آخر مليون ونص دينار قبل الجولة النهائية. ركزوا وياي بالسؤال والاحتمالات. الشاشة خضراء، أرفع الكود بسرعة وأخذ حق الإجابة مثل ما جاي تشوف. لو أخطأت أنطي فرصة وحيدة للفريق اللي بعدك. ويلا نروح للجولة الثالثة. قيمة السؤال الأول من الجولة الثالثة 100,000 دينار عراقي. والسؤال يقول: الطحينة هي عصارة حب السمسم، ماذا نسميه في العراق؟ الرهش، الكاشي، الماشي، الراشي. علي، علي الأسرع، علي، علي إجابتك أكيد الراشي. يعني مو الكاشي. لا راشي على الماشي. إجابتك صحيحة وصار بحسابك يا علي 100,000 دينار. 100,000 دينار برصيدك يا علي. أكثر حماس للشباب كل. ونروح فورا للسؤال الثاني من هذه الجولة وبقيمته 100,000 دينار. والسؤال يقول: شخصية مشهورة بالبخل قدمتها الفنانة سامية الجزائري في جميل وهنا. فردوس أبو كرعوبة، أم أحمد، أم محمود، أم أبو الهنا. أسرع واحد. سعد، سعد يا سعد، سعد السريع. أم الإجابة أم محمود. أم محمود. أم محمود. يشوف أم محمود. والإجابة صحيحة وصار بحسابك يا سعد 100,000 دينار. اكو واحد يساعدك من ورا الكواليس؟ من برا، من برا الكاميرا، منا منا يعني موجود اكو. خلي نشوف بس ما باقي حد. كل التوفيق. ونروح ونشوف السؤال الثالث من الجولة الثالثة بقيمة 200,000 دينار. ونركز يا شباب واكثر نشاط. قاسم وعهد، والسؤال يقول: نعم ان شاء الله. تأثرا بصحابي شهير، تعرف المنطقة الموجود فيها طاق كسرى باسم: الحبانية، الراجلية، الصدور، سلمان باك. مثل ما اتفقنا الكل ينزل الكود لي جوا. سعد لي جوا كامل تنزله. علي، علي السريع يا علي. علي سلمان. سلمان، سلمان باك. سلمان باك. والإجابة صحيحة يا علي وصار بحسابك على ما أظن 300,000 دينار. 300,000 دينار. قاسم، عهد، شوية نركز.
نركز قاسم ترجع شويه الكود لي ورا دائما ارفع الكود ما ارجع لي ورا ارجع لي ورا شويه ارجع ارجع لي ورا وارفع الكود اي ارفع الكود نعم ارفع الكود هسه ارفع خل اشوف ارفع تمام هيش اريدك ركزوا وياي وشغلوا التيكي تاكي وبعد عندكم امل ونروح بقيمه السؤال الرابع 200,000 دينار يا شباب والسؤال يقول منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في العراق هي انستغرام سناب شات فيسبوك تويتر عهد يا عهد عندك الإجابة عندك الإجابة فيسبوك فيسبوك نشوف فيسبوك والإجابة صحيحة يا عهد وصار بحسابك يا عهد 200,000 دينار 200,000 دينار وطبعاً نروح ونشوف المعلومة اللي عندي الفيسبوك وهذا بحساب بيان مركز الإعلام الرقمي بالعراق عن إحصائيات مؤسستي هوت سويت وي آر سوشيال نروح يا شباب ونركز يا قاسم أريد من عندك أكثر أكثر يا قاسم نصحى إن شاء الله للسؤال ما قبل الأخير بهذه الجولة وبقيمة السؤال الخامس 400,000 دينار عراقي والسؤال يقول أيقونة الشعر العراقي ورائدة الشعر العربي الحديث أشهر قصائدها بغداد أنتي لميعة توفيق مائدة نسهد لميعة عباس عمارة نازك الملائكة عهد عهد يا عهد 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 الإجابة يا عهد. نازك الملائكة نازك الملائكة للأسف الإجابة خاطئة نروح على ثاني أسرع واحد سعد يا سعد إجابتك يا سعد نعم أستاذ بلا زحمة عليك بس الاسم الثالث شنو؟ لميعة عباس عمارة مائدة لميعة عباس عمارة نعم. مائدة نزهت أستاذ مائدة نزهت روح على مائدة نزهت وللأسف يا شباب لا نازك الملائكة ولا مائدة نزهت والإجابة الصحيحة لميعة عباس عمارة يا شباب نركز أكثر ونروح ونمر على الأرصدة ونشوف قاسم صار عنده وبعده وباقي على الصفر أريد أكثر عندك فرصة يا قاسم أما عندي عهد وعهد 200,000 وسعد 100,000 وعلي 300,000 أكثر واحد بيكم ونرجع نرجع يا شباب قاسم قاسم نعم. أكثر تيكي تاكا أكثر قلت له أنا عندي تيكي تاكا أريد التيكي تاكا عندك لا تفقد الأمل لأن عندك فرصة الكل أخوك 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 أريد يبتسم أشوفه حزين وأرجع أشوف عهد عهد لا تزعليني إذا ما جاوبتي شفت زعلتي ونروح يا شباب نركز كلكم عندكم فرصة بالانتقال للجولة الأخيرة ونركز وصلنا للسؤال الأخير من هذه الجولة والمنافسة بينكم على المقعد الأخير بالجولة النهائية ويا من نحكي أريد أحكي قبل ما أروح علي علي نعم علي صالك شقد بلندن صالك شقد بلندن سنوات شقد ثلاث سنوات الجو شلون يومكم بارد حار والله طيبة هالأيام طيبة حلوة ها يعني الصيف حلو نعم طبعا يعني البرنامج ايش قد يخليك تشتاق للعراق بمعلوماته بالترفيه الله اكبر حبيبي جدا حبيبي ان شاء الله العراق يحبك وانت تحب العراق وترجع ان شاء الله وتشوف العراق حبيب. وتشوف اهلك ورب يحفظك حبيبي وجودك ان شاء الله كل التوفيق لك يا علي كل التوفيق لكل المشتركين ويانا ركزوا الان لان قيمة السؤال ممكن تغير كل شيء كل شيء تغير وقيمة السؤال 500,000 دينار والسؤال يقول متى انضم العراق إلى عصبة الأمم 1928 1932 1938 1942 علي يا علي أسرع واحد علي إجابتك ركز وجاوب 1932 1932 يا علي
والإجابة صحيحة يا علي، وصار بحسابك يا علي 800,000 دينار، وانتقلت وياي للجولة الأخيرة. مبروك مؤقتا يا علي، مبروك مبروك. وأروح للعوالي اللي شاركوا وياي بهذه الجولة الثالثة، أسعدني حضوركم ومع ألف سلامة. خلال الفاصل يستعد الفائزين الثلاثة للجولة النهائية، وأنا أتواصل وياكم من الكواليس عبر صفحة يو تي في العراق على يوتيوب. الكاش كاشك رمضان سوى لما وربح، خليكم ويانا. ورجعنا للتحدي الأخير بلعبتنا، بس قبل لا نبدأ المنافسة أذكركم بسؤال الجمهور وقيمته 250,000 دينار. والسؤال يقول: ملك آشوري أسس أقدم أكبر مكتبة شاملة في التاريخ، من هو؟ أنتظر الكل يدخل على صفحاتنا فيسبوك وإنستغرام ويجاوب على السؤال، وبحلقة الغد راح أعلن اسم الفائز. والآن عودة للمتنافسين ويانا على الكاش بالجولة الأخيرة. مهند، مهند برصيدك صار 800,000. وعلي برصيدك متعادل ويا مهند و 800,000. أما رائد عنده 700,000. إجمالي الجولة الأخيرة يوصل لحد 2,800,000 دينار. والفائز بينكم يصير كاشة كاشين. واروح للفريق الأول، الفريق الأول مهند، مهند المتحمس. نعم. منو شجعك أن تشارك بالبرنامج؟ والله الأهل. الأهل. وابن علاوي. ابنك علاوي، أنا شفت علاوي الله يحفظه متحمس، ولما نتجاوب يطير من الفرح، عجبني حماسة والتيكيتاكا موجودة عند علاوي. نروح للفريق الثاني. حلو علاوي. نروح للفريق الثاني. علي. حبيبي. علي. حبيبي. وعدت أحد راح تنطيل فلوس لو ربحت اليوم؟ عندك وعد انطيته إذا ربحت؟ والله بصراحة يعني أمام الله وإحنا بشهر كريم، أنا يعني متبرع بها العائلة عندهم أيتام بغداد. الله يحفظك، الله يحفظك ويحفظ كل يتعاملون بهذه الطريقة مع المتعففين، وبارك الله بك. نروح، نروح للفريق الثالث. الثالث رائد. الفلوس حبيبي أستاذ، الفلوس إذا ربحتها راح تصرفها بسرعة لو تضم من عندها لليوم الأسود. لا والله أستاذ، عندي عملية لابن الصغير، بدي أسوي له عملية. حبيبي ألف سلامة. الله يوفقك. كل التوفيق، وأتمنى لكم الفوز إن شاء الله. طبعا للجميع أنا أتمنى الفوز، لأن كل أمنياتكم تهمنا وكل أمنياتكم حلوة مثل وجودكم ويانا. كل التوفيق للجميع، ونبدأ ويلا للجولة الأخيرة. قيمة السؤال الأول 200,000 دينار عراقي، والسؤال يقول: أكمل المثل التالي، جيب ليل وخذ، سويحلي دارمي عتابة أبو ذية. علي يا علي، علي علي جابتك يا علي، جيب ليل وخذ عتابة، وخذ عتابة، وخذ يعني عتابة، يعني مو سويحلي. جابنا علي سويحلي، سويحلي برا مادي. نشوف الإجابة. والإجابة صحيحة، وازداد رصيدك وصار يا علي، يعجبني حماسك، صار بيكم عندكم مليون، مليون صار برصيدك مليون، ومتقاربين 800 عند مهند ورائد 700. أكثر نشاط، أكثر تيكي تاكا. ونروح للسؤال الثاني وبقيمته 200,000 دينار، والسؤال يقول: أغنية أخيراً قالها، من هو مطربها الأصلي؟ محمد السالم، جعفر الغزال، غيث محمد، أحمد المصلاوي. رائد، رائد الإجابة عندك يا رائد. أحمد المصلاوي، أحمد المصلاوي إن شاء الله. أحمد المصلاوي، شوف أحمد المصلاوي.
احمد المصلابي والاجابه صحيحه وصار بحسابك يا رائد وصلت الى 900,000 دينار اقتربتوا. اريد من عندك رائد، رائد ابنك اسمه علي. علي حافظ الاغنيه؟ امير امير ها ها لا ما نروح ما نروح على رائد. اخير البلاء قال احبك اي احبك نروح على علي. قال احبك قالها نروح على علي نروح على علي. علي 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 كنت قريب ويا الكون حبيبي الاغنيه حافظها؟ حبيبي اكيد حافظها الاغنيه حافظها؟ والله شويه بس بالمقطع بس المطلع المطلع الاول بس المطلع الاول لو سمحت. اخيرا قالها قال احبك قالها وانا قلبي 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 تولع بعدها اخيرا قالها. حلو حلو غنيتها يا علي تسلم تسلم على هذا الصوت الجميل. ونروح يا شباب ننتقل للسؤال الثالث وبقيمته 400,000 دينار عراقي. والسؤال يقول العلم العراقي مستطيل الشكل يمثل عرضه نصف طوله ثلثي طوله ثلاثة أرباع طوله ربع طوله. للأخير يا شباب مهند مهند إيه مهند مهند إجابتك يا مهند. عرض ثلث طوله ثلث ثلثي طوله ثلثي طوله نشوف ثلثي طوله. والإجابة صحيحة وصار بحسابك يا مهند ازدادت ويانا 1,200,000 دينار عراقي. منافسة قوية جدا عجبني الحماس عند ولادك ربي يحفظك. وبقيمة السؤال الرابع قيمة السؤال الرابع 400,000 دينار. ونركز يا شباب والسؤال يقول في أي عام تأسست الشرطة العراقية؟ 1930 1940 1950 1922 مثل ما اتفقنا شباب مثل ما اتفقنا. أسرع واحد ويانا رائد رائد يا رائد 1922 شوف الإجابة نعم. والإجابة صحيحة يا رائد وصار بحسابك عجبني تيكي تاكا والحماس 1,300,000 يعني المنافسة مشتدة على الأخير. علاوي نركز مهند نركز نشتغل على التيكي تاكا يا ولد نشتغل يا شباب نشتغل على التيكي تاكا وخلوكم وياي ركزوا. وصلنا للسؤال ما قبل الأخير وانتبهوا باقي مدة جولة سؤالين وقيمتهم 1,600,000 دينار وقيمة السؤال الخامس 600,000 دينار. والسؤال يقول من معالم بغداد الحضارية نصب الشهيد التذكاري من صممه؟ جواد إسماعيل إسماعيل فتاح الترك خالد الرحال محمد غني حكمت. مثل ما اتفقنا يا شباب مثل ما اتفقنا الكل ينزل ما جاي يشتغل. مهند يا مهند نروح على مهند 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 الأسرع إسماعيل فتاح إسماعيل فتاح الترك نشوف الإجابة. والإجابة صحيحة الإجابة صحيحة وصار بحسابك يعجبني حماسك أنت وابنك ربه يحفظه 1,800,000 يا شباب. وعودة على الأرصدة وأشوف كل واحد عنده إيش قد صار. علي عنده 1,000,000 رائد عنده 1,300,000 أما مهند عنده 1,800,000 متقاربين بعد شوية عند مهند. أرجع لكم يا شباب يا شباب الكل يقدر يربح الكل عنده فرصة الكل بس نركز. وأذكركم للمرة الأخيرة نرفع الكود بعد اللون الأخضر وتيكي تاكا تيكي تاكا يا شباب. رائد تيكي تاكي اي اريد التيكي تاكي مالتك رائد تيكي تاكي ايش رائد متحمس رائد متحمس ها شغلي. رائد رائد ابنك ساعدك بمعلومه عنده معلومات يعجبني عنده معلومات ابنك
مبين عليه شاطر. ربي يحفظه لك ان شاء الله. الله يحفظك استاذ. شكرا. لما 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 ربحتوا اكو 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 يمكم صفقوا، تقدر تجيبهم خلينا نشوفهم. تمام. اي خلينا نشوفهم. اي دول اي دول اي دول اولاداتك. ربي يحفظهم ربي يحفظهم. ربي يحفظهم. هذا شوي المريض. اي اي الف سلامه الف سلامه الف سلامه. نروح نروح نشوف يا شباب. نروح نشوف نشوف مهند. مهند مهند عجبني عجبني بابنك بكل سؤال يسوي ايديه بهالشكل يدعي. حبيبي الله يحفظك. اي وكريستيانو طلع سي. منو منو وياكم؟ منو وياكم ورا الكاميرا بعد؟ منو وياكم؟ اكو احد؟ الاهل كليتهم كلهم موجودين. بس اعطيني العدد. ايش قد العدد؟ ايش قد العدد؟ العدد أكثر من 10. إن شاء الله أتمنى لك تفوز. بس من تفوز وعد من عندك تنطيني إنه كلهم يطلعون بالكادر. إن شاء الله. كل التوفيق كل التوفيق كل التوفيق. علي أكثر تيكي تاك أريد من عندك. أكثر تيكي تاك من الكل. نشتغل على الريمونتادا ونقلب الطاولة. كلكم عندكم فرص. الكل يا شباب يا شباب يا شباب. ووصلنا الآن ونتحضر ونفس عميق يستعد للسؤال الأخير والحاسم. وبقيمة السؤال مليون دينار عدا ونقدا. والسؤال يقول: أسبوعية تأسست عام 1869 كأول صحيفة عراقية وطنية. الصباح، الزمان، الزوراء، المدى. وطلع وياه يا مهند. مهند الإجابة يا مهند. الإجابة يا مهند الزوراء. الزوراء. شوف الزوراء. مبروك ألف مبروك يا مهند. مبروك ألف ألف مبروك ألف مبروك. طلعهم كلهم طلعهم خلنا نشوفهم. شلون عرفت شلون عرفت الجواب؟ شلون شلون عرفت مهند؟ شلون عرفت الجواب؟ كلهم يطلعون. عشرة عشرة. مبروك ألف ألف مبروك. صار بحسابك مليونين وثمانمائة ألف دينار. مبروك ألف ألف مبروك يا مهند. مهند شلون عرفت الجواب؟ شلون عرفته؟ أحد انطاك إياه؟ والله أخوي أخوي ردي إياه. تعجبني صراحتك وتعجبني فرحة وليدك. وربي يحفظكم. إيش راح تسوي بالفلوس؟ إيش راح تسوي بالفلوس يا مهند؟ أسرق الكريم بالعيد. كل التوفيق لكم. مبروك مبروك مليونين وثمانمائة ألف دينار. فوزك ويانا بهذه الحلقة. ولا تنسون صحيح. ولا تنسون جائزة ال 250 ألف دينار سؤال الجمهور عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام. وغدا أعلن لكم اسم الفائز وأشوفكم نفس الموعد بحلقة جديدة رمضان سوا على الشاشة اللي يشوفها ما يعوفها يو تي في. ومن عندي أحلى سلام.